السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندي مشكلة في الجدول اللي عندي، إن في بعض القيم متكررة، فأنا كنت عايز أعرف أنهي قيم اللي متكررة. فبكل بساطة بعلم على الحاجة اللي أنا عايز أعمل عليها سيرش أو تشيك بالشكل دوت، وأقول له conditional formatting highlight cell rules، وأقول له duplicate value، فبيبدأ يجيب لي القيم اللي مكررة في الجدول كله في ثواني. وأنا بحدد بقى أنا عايز اليونيك هو اللي ياخد اللون ولا الدوبليكيت، وايه اللون اللي هو المفروض ان هو ياخده، مثلا جرين، واروح قايل له اوكي، فيظهر معايا بالشكل دوت.